سجل أزرق اليد نتيجة قاسية وكبيرة على نظيره منتخب هونغ كونغ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة الآسيوية 19 والتي تحتضنها صالة الشيخ سعد العبدالله في صباح السالم، وذلك أمام حضور جماهيري كبير، ليضرب بذلك الأزرق موعدا مرتقبا لقمة الجولة الثالثة ضد نظيره الإماراتي على صدارة المجموعة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. نجح أزرق اليد في الوصول للنقطة الرابعة في ظهوره الثاني ضمن منافسات البطولة الآسيوية 19، ووضع قدما له في الدور الثاني، وذلك بعد أن تمكن من الفوز على منتخب هونغ كونغ بنتيجة كبيرة قوامها 42 هدفا مقابل 18. أول شيء الحمد لله على كل حال، ومشكورين على مشكور الجمهور على الحضور الطيب هذا. والشوط الأول ما كنا يعني تقريبا ما مو حاسبين المباراة، مو عطينها مداشين جدية، يعني غلطنا بهالموضوع، والشوط الثاني عدلنا أمورنا وإن شاء الله النهاية تحسن إن شاء الله. الحمد لله وشكرك يا رب العالمين على اليوم حصدنا نقطتين من فريق هونغ كونغ. طبعا اليوم في الشوط الاول كنا نوعا ما مو بالفورمه بحكم ان امس كنا لاعبين مباراه الافتتاح، مباراه قويه، فعندنا معظم اللاعبين شويه عليهم ضغط وتعب، والحمد لله سمعنا تطبيقات المدرب كابتن عامر القفصي، طورنا بالشوط الثاني وربي لك الحمد. طبعا طموحنا اليوم اهم شيء النقطتين عندنا. صالة الشيخ سعد العبدالله شهدت حضورا جماهيريا كبيرا مؤازرة لنجوم كرة اليد الكويتية الذين كانوا على الموعد بتحقيق الفوز الكبير ليضربوا موعدا مرتقبا لمواجهة قوية أمام الإمارات ضمن الجولة الثالثة على صدارة المجموعة. الحمد لله يا ربي وفقنا في الهدف الأول، هو الترشح للدور الثاني بعد الفوز تاع اليوم وهزيمة المنتخب العراقي اللي عاد كما نقول مقابلتين كبار. اليوم معناتها لقينا منتخب هونغ كونغ اللي في شوط أول للأسف ما كانش تركيزنا عالي، في الشوط صلحنا شوية بعض الأخطاء واللاعبين تحملوا مسؤولياتهم، لذلك الشوط الثاني كان أحسن. الحمد لله توا مازلتنا المقابلة تاع يوم الغد ضد المنتخب الإماراتي، منتخب قوي. سجل الأزرق تقدما في الشوط الأول الذي غاب التركيز فيه قليلا عن نجوم الكويت بنتيجة 18 هدفا مقابل 11، ليعود بالفترة الثانية بصورة أقوى وتركيز أكبر ويحسم اللقاء بفارق كبير وبجدارة. عادل عنزي لتلفزيون دولة الكويت.